السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي من جديد. كنتمنى انكم تكونوا كاملين بصحه جيده، لاباس الى اخره. اليوم الفيديو غادي يكون نصائح لتنظيم الوقت. بما انكم طلبتوا مني هذا الفيديو بزاف فقلت اش ما نديروش، غادي نعطيكم جوج ديال النصائح فقط يعني، ولكن هاد جوج نصائح غادي يفيدوكم بزاف في تنظيم الوقت ديالكم، ولا على الاقل غيفيدوكم الا كنتوا عكازين، غيفيدوكم على الاقل يلا شي 1% يعني 1% احسن من والو، ولكن انا كيفيدوني ما نكذبش عليكم. فتشوفوا معايا هاد النصائح هادو وكملوا الفيديو حتى الاخر. النصيحه الاولى، وخاصكم تخدموا واحد الحاجه اللي هي عند جميع الناس واخا ما تكونش عندهم، تخدموا حاجه بلاصتها اللي هي مذكره. مذكره ماشي ضروري تكون مذكره تكتبوا فيها اسرار ديالكم، لا، مذكره تكتبوا فيها الحوايج اللي بغيتوا ديروا في الشهر. يعني اهم حاجه هي انكم تقولوا شنو بغيت ندير في هذا الشهر. مثلا شهر تسعود انايا شخصيا كتبت اشنو بغيت ندير في شهر تسعود. المهم هاي نقرا لكم. شهر تسعود كتبت اولا تصوير 10 فيديوهات، حاليا صورت 4، باقا المهم باقي لي 6. وصلت ان شاء الله 5000 مشترك ومشتركه، اشتركوا في القناه عافاكم. 150000 مشاهده، باقي فقط 10000 مشاهده باش نوصل ليها. نهايه روايتين قواعد العشق 40 واين المفر، وايضا القران الكريم قواعد العشق 40 كملتها. اين المفر وصلت صفحه 100 وشي حاجه، والقران صفحه 100 وشي حاجه ما قلتش. مهم كنحاول القراءة أكثر على مدينة بابل والثقافة اليونانية والفارسية والعبرية. تحدي الصلاة يوميا بدون قطع، تسديد ديوني، تسديد ديوني حيت شي صحباتي مهم شي ناس خاص نرجع لهم فلوس اللي عطوني. مشاهدة المشروع ديما شتو، صعود جبل تبقال هاد الشهر ما كتبتش، إن شاء الله الشهر الجاي الشهر الجاية نكتب ونحفظ الشهور بالعربية، ماشي بالعربي. المهم هادو كيديرو السعودية التشرين الأول التشرين الثاني، هادو بغيت نحفظهم. تحميل تطبيق إليستراتور، فوتوشوب، سوني فيغاس. نتقيت في الكاراتي، شرب 3 أكواب من الماء كل مرة. تراكسيون، المهم رياضة 10 تراكسيون. نكتب المهم هادشي اللي كاين. هنا كتب فوق تحدي، أتحداك أن تقومي بها بكل هذا يزين بكوز. المهم كنصحكم انكم ديروا هذه الطريقه وغادا تفيدكم، واخا الا ما درتوهاش غادا تحسوا بواحد التحفيز، غتحسوا المهم غتحسوا انكم واخا كتكتبوا هادشي واخا ما درتوش غتحسوا بالراحه. المهم ما عادش احساس زوين وصافي. نعم هذه هي النصيحه الاولى، كتبوا شنو بغيتوا ديروا في شهر. وشهر 10 بديت نوجد ليه، بقيت نوصل لشهر 9. المهم شهر 10 حتى هي 10 فيديوهات، نوصل 7000 مشترك مشتركه، 500000 مشاهده، قراءه روايتين، انهاء القران الكريم، شراء سبراي والرسم على الحائط، الصلاه يوميا، قراءه الورد يوميا، صلاه الفجر يوميا. المهم ومازال بسالت الاهداف. المهم هذه نصيحتي، عافاكم كتبوها. نقلوا هادشي، سيروا شوفوا الفيديو اللي درت ديال الكواليس، غادي تشبعوا بالضحكه. تعرفوا اليوتيوبرز الاغلبيه المهم كيفاش كيكونوا كواليس، كيفاش كيوقعوا الحقيقه ديال الفيديوهات، كيفاش كدوز، كيفاش يتم تصوير الفيديوهات. سيروا شوفوا، نخلي لكم هنا ولا هنا وحتى في الاخر ديال الفيديو. المهم النصيحه الثانيه هي كتشبه النصيحه الاولى، غير وكان بلاص ما تكتبوا اشنو بغيتوا ديروا في الشهر غتكتبوا شنو بغيتوا ديروا في النهار. كاين اللي كيدير حتى في الاسبوع، لكن ما كنبغيش اسبوع، انا ما بغيتش صافي. المهم عاوتاني مهم هذه هي اللي هادشي اللي درت انا. نقرا لكم المهام اللي بغيت ندير اليوم، كتبت هادشي البارح يعني كل مره قبل ان تناموا اكتبوا مهامكم للغد وحاولوا تطبيقها. النقله الرياضيات، نكتب سميتو الدرس الرياضيات، حفظ الجغرافيا حفظت واحد شويه منه، تصوير فيديو تنظيم الوقت هاو كيتصور، تنظيم الغرفه نظمتها شويه تقريبا، اين المفر نوصل 300 صفحه نحاول، مونتاج ديال الفيديو هذا، الثقافات القراءه يعني قراءه ديال دوك الثقافات حيت قراءه على الثقافات حيت فاش درت المهام ديال شهر تسعود ديال ثقافه بابل وهداك الشيء درت فقط سكرين شوت يعني باقا حاليا ما قريتهمش، نقراهم اليوم ان شاء الله. شراء الادوات داك الشيء اللي خاصني، وهنا شنو كاتبه، كتابه استعمال الزمان، استعمال الزمان حصورته غير بالتليفون كتبته دابا. المهم هادو هما المهام لي ديال اليوم. هاد جوج طرق رائعين جدا، خصوصا ستيكي نوتس. ما كانش عندكم ستيكي نوتس ماشي مشكل، كتبوا في ورقه. ما كانش عندكم مذكره كتبوا في اوراق، كتبوا في شي كتاب عادي ماشي مشكل. هادو هما النصائح.
شكرا على حسن متابعتكم، نتمنى الفيديو يكون نال اعجابكم. اذا نال اعجابكم ديروا لايك جيم، ما عجبكمش ديروا ديزلايك وقولوا لنا علاش ما عجبكمش. ماشي فقط ديروا ديزلايك، كتبوا لنا حتى علاش ما عجبكمش باش نطور من القناه ديالي اكثر، يعني نعرف العيوب اللي عندي في القناه. مهم عاوتاني مهم. شكرا على حسن المتابعه، شوفوا الفيديوهات اللي كاينين هنا هنا الفوق لتحت، وركوا سيروا صندوق الوصف تلقاو الرابط ديال اشتراك القناه وركوا عليه، اولا بطريقه جد سهله فقط وركوا على الزر الاحمر وتولي معنا في القناه، واذا بغيتوا حتى الاشعارات ماشي مشكل. شكرا على حسن المتابعه، سلامه.